والله الموضوع خطير جدا يا زياد. طب ادينا طرق لحماية أجهزتنا من النصب، يعني ماذا نفعل؟ تمام، في الوقت الحالي انا مش هقدر ان انا اسيطر ان انا ما يجيليش رساله، انا بالفعل هيجيلي رساله على موبايلي على الواتساب، ولكن انا ما انسقش وراهم وما ابتديش اتعامل معاهم. وبالنسبه زي ما ظهر في الفيديو السابق ان احد الاشخاص قال لك ان بيحصل سرقات لحساب الواتس، هو فعلا الفتره الاخيره انتشر جدا سرقات للواتس، وانا بقى عندي يعني في ملحوظه حابب ان انا انبه عليها، ان في اعدادات الواتس هروح على الحساب، هروح ان انا اامن الواتساب الخاص بي عن طريق خطوتين. الخطوه الاولانيه ان انا هديكت باسورد عن طريقي انا، مش هيبقى لي اي حد معلومه ان هو يديتكت الباسورد ده. الباسورد بيبقى مكون من 6 ارقام. بعد كده هربط الخطوه الثانيه، هربط الواتس بالايميل بجيميل الخاص بيا. نعم. فهبتدي اسيت الجيميل الخاص بيا، وده اتاكد وانا بسيته ان انا بسيته بطريقه صحيحه، لان هيبعت لي عليه بين كود على الجيميل الخاص بيا. هاخد الكود اللي هيجي لي على الجيميل واروح اسيته في حساب الواتس. نعم. وبالتالي كده انا امنت الواتس بتاعي بنسبه 100%. صعب جدا ان حد يدخل على الواتس بتاعي او يخترق.